بدأ. طيب شو نشوف هسه؟ هذا اصبر بسم الله شوفها. لايف. هذا ما طلعنا. طيب خلينا نشوف هسه. ما بعد تونا الحين ما بعد. يلا وش تبي تقول لهم؟ اول كلمه اقول سمو الامير بدأ. يلا تقول سمو الامير: لقد سمعنا باوصاف لكم كملت، فسرنا ما سمعنا واحيانا من قبل رؤيتكم لنا، محبتكم الاذن تعشق قبل العين احيانا. ما شاء الله عليك. ها يلا وش تبي ابد بالمنا تبي تبدا ولا ابدا؟ ابدا انت. طبعا الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية تميز ربما يندر أن يوجد مثله في جميع بقاع العالم. فنحن نتميز مكانيا وزمانيا. من التميزات المكانية أن المملكة العربية السعودية تقع على مدار السرطان العالمي، ومدار السرطان العالمي هذا له أبعاد ثقافية وجغرافية ومناخية أيضا. الأبعاد الثقافية أن القاطنين على شمال مدار السرطان في اللغة العربية يفتحون المكسور، واللي جالسين جنوب مدار السرطان يكسرون المفتوح. مثل اللهجات عندنا دكتور عيد الحين يسمونه الحليب، وش نسميه بلهجتنا الحين حنا؟ حليب، صح ولا لا؟ في بعض اللهجات يسمونه حليب، وفي بعض اللهجات يسمونه اللي هو جبن وخبز. ليش؟ لأنهم يقعون جنوب مدار السرطان العالمي أيضا. من دخل السرطان العالمي بجبن وحليب؟ هذه لهجات، يعني اللي لهجات لها ارتباط وثيق بالعرض الجغرافي. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قوم وقال لهم: ميس أنبر الصيام في السفر، ليس البر الصيام في السفر. لأنهم يقلبون اللام إلى ميم، وهكذا عند لغة. لا بس وش دخل مدار السرطان باختلاف اللهجات؟ حنا ما جلسنا إلا علشان نشرح هالشيء ذي. جميل. هذه من الأشياء اللي تميز الموقع الجغرافي عندنا. تدرون إن حنا هالحين في موقعنا الجغرافي اللي هي السعودية نقع على أجمل ساحل على في الجزيرة العربية، هو ألطف ساحل اللي هو موجود بحقل. درجة حرارته بالصيف من 20 إلى 30 في حال الظل في عز الصيف. تدرون أن نقع في موقع جغرافي ينافس العالمية في ارتفاع درجات الحرارة؟ نعم، اللي تصل درجات الحرارة إلى أعلى درجات حرارة في العالم، ومع ذلك ما نموت. ليش؟ لأنه أجواءنا فيها حركة رياح تسحب، حركة رياح في حال الصيف تسحب الإحساس الخانق لدرجات الحرارة. بينما أوروبا في عام 2004 ارتفعت درجات الحرارة عندهم إلى 35 درجة ومات منهم قرابة 4000 نسمة. ليش؟ لأن ارتفاع درجات الحرارة عندهم تتزامن مع تشبع الأجواء بالرطوبة فيحصل عندهم اختناق. حنا المكان الجغرافي نتميز بأشياء ولا عندنا كوارث كونية. جل بقاع العالم عندهم معوقات مكانية وزمانية للمعيشة. مثلا يعني أوروبا، أنتم تدرون أوروبا عندهم بيات شتوي. ليش؟ ما يطلعون في عز الشتاء، ما يطلعون لأنه الحياة عندهم الثلوج وكثبان الثلوج تكمش الحياة عندهم، ولا يستطيعون أنهم يطلعون. أنا عشت عند ناس بالقطب الشمالي، هناك يجلسون 8 شهور ما يفيضون مع الباب. لكن حنا طوال أيام السنة ونحن نتعامل مع طبيعتنا بكل أريحية. هذه مهي بميزة، هذه ميزة أيضا. موقعنا الجغرافي بعيد كل البعد عن ثوران البراكين، يعني ما عندنا كوارث كونية. موقعنا الجغرافي بعيد كل البعد عن الأحزمة الزلزالية القاتلة. هذه تميز أراضينا. يعني شريحة كبيرة من العالم كوارثهم الكونية زلازل، ينامون يمكن ما يقومون.
حنا لا الحمد لله كوارثنا الكونية التي حصل دائما تحصل بعدم الوعي عندنا. يعني مثل جاء شعيب مشى شعيب نقوم نسبح بس شعيب انغرق، ما نقول كوارث كونية، عندنا كوارث ثقافية وليست كونية. وش الكوارث الثقافية؟ الثقافية ما عندنا ثقافة بموقعنا الجغرافي، ما عندنا معلومات واعتزاز بموقعنا الجغرافي ومعرفة، ما عندنا لأننا ما درسنا هذا الشيء، لكن إن شاء الله بدينا نعرفه الحين بحول الله. جهدك أنت العظيم هذا وخطى العرب والشباب اللي الآن نشوفهم بالمواقع عندك، ترى عندك موقع لازم نشير له بالشكر، أنا أشكرهم اللي هو فريق الصحراء، شوف لهم موقع ذولا بحاثة عظمة، أنا استفدت شخصيا منهم بالمعلومات اللي أنا أطرحها، وأنت أكيد استفدت من آخرين. يعني الآن الجهود اللي نبي الناس كلهم، أنت الآن ودك تدرب ناس مثل بطريقك الحلوة ذي، أنت منين أخذت طريقك الحلوة ذي بطريقة الهبال هذه منك؟ وطيب وأنا منين أخذتها؟ من لا لا صدق، أنا حنا ودنا كل الشباب يتعلمون الطريقة هذه اللي هي النزول للميدان والتفاعل مع الميدان، هذا اللي يميز خالد الزعاق صراحة. يعني الله يخليك إن شاء الله. صح أنه أحيانا يعني يقول لك تبالغ شوي أنا ما يهمني النقد بقدر أني أقدم المعلومة بأي طريقة كانت. كان عندنا بكرة تبدأ ما بقى من العمر كثر ما راح، ما بقى من العمر كثر ما راح، معلومتي هذه أنا ما أعلق على اللي أعمارهم مثل عمري، يعني طاعنين بسن وتقدموا في العمر، أنا أعول على الجيل الجاي. أيوة لأنهم هم أهل الرؤية. أما اللي على جيلنا حنا أنا إياك هذا خلاص. صح يعني مثل تقول ترى الجيل الجاي، أنا أقول أنا إنه الآن الجيل الجاي أحسن من جيلنا ولا جيل السابق، لأن التغذية بمراحل بالنعمة اللي حنا حنا جيل السبعينات شوي تعرضنا للتسطير وكفوخ بالمدرسة وبالمسجد وبشارع. صحيح والله والله العظيم تعرضنا للاضطهاد وضرب وقل عيشة. الجاذية الجاية بالنعمة اللي هم عايشينه أفكارهم ومخهم، ترى شوف ما فيه إبداع والمخ ما تغذى جدا. حنا أنا وياك ما أدري شلون عتقنا صرنا بدينا نسوي شيء، يقول المفروض أنا رأسي لو تشوف الضربة اللي جانا برأسي أنا مستغرب إنه شلون عاقل إلى الحين من هبل. أنا عدت سنة بالتعبير، عدت سنة بسبب شيء أتميز به. برابع ابتدائي كنت متميز بالتعبير ومع ذلك خلانا مدرس عيدس. برابع ابتدائي أقسم بالله مدرس ما نبقى لين اسمه رسبا بالتعبير وبالملة وبالقراءة وبالقواعد، وأنا أجود واحد فيها لأني دارس القرآن قبل ما أدخل ابتدائي، وكان يضربان يفطر علي الصبح يضربان، وقبل ما أمشي للبيت يضربان يكسر يدين. مش برابع ابتدائي بس طلعنا عن الموضوع الحمد لله، بس إننا عتقنا. بس الجيل الجاي ذا جيل عظيم، جيل السعوديين الجاي ذا بكل تأكيد أقسم بالله. حين يقولك جيل الطيبين، ما عليش جيل الطيبين، شوف الجيل الجاي ذا ما فيهم حسد، فيهم تفهم، مخ منفتح، والله العظيم حتى عندهم تسامح بالنقاش. تصدق ما لاحظت الشيء ذا. المهم نرجع لموضوعنا، السعودية المملكة العربية السعودية فيها تنوع. أنت قلت البحر الأحمر، ترى البحر الأحمر كان زي القبة، تدري شلون زي القبة يا خالد؟ كانت الصفيحة النوبية يعني أفريقيا مع الجزيرة العربية متصلة، وكان زي القبة، كانت زي القبة كذا جبال زي القبة. حصل الصدع العظيم ذا، دخل البحر الماء من باب يعني اللي يسمى باب المندب، وانفتحت الصفيحتين هذه وصار في جهة شرقية وجهة غربية من هذه الصفيحة، وهذا اللي خلى البحر الأحمر زي ما يقول خالد متميز بمميزات كثيرة. أول شيء لأنه هو صفيحة ثائرة بركانية، صار في شعب مرجانية عظيمة في تنوع أحيائي هاي، لأن طينة البحر الأحمر وترابه فيها بركان فيها غنى. الحين لما تصير الأرض وش تناظر أنت؟ أبي ناظر الأسئلة. طيب أنا حسي عليك ورا ما تنتبه لي. أنتبه لك لأني جالس أنا ناظرك. إيه، فطينة البحر الأحمر وموقعه الاستراتيجي هذا، غير أنه على طرق التجارة قديما وما زال باب المندب ومضيق السويس ما شريان عظيم، ما زالت أرضه غنية كطين زي البراكين اللي الآن في الأرض، لما يصير فيه بركان تصير خصبة. البحر الأحمر خصب علشان هذا الشيء ترى. الأسماك فيه 1280 نوع، الشعب المرجانية مئات الأنواع،
حتى السمك فيه له طعم الطقس فيه الهواء الرياح الموسمية ترى بسبب هذا الصدع العظيم تجي رياح شمالية جنوبية استغلوها الرومان قبل الميلاد بعد الميلاد علشان كذا سقطت الدولة النبطية. ففي مميزات البحر الأحمر عظيمة. وش فيه بعد مميزات أخرى بجغرافية بلادنا؟ مميزات جمال السماء، السماء الجميلة عندنا، ولذلك العرب تميزوا عن غيرهم أنهم أسموا جميع القبة السماوية، وما زالت النجوم تنطق باللفظ العربي كما نطقها أهالينا العرب. فأيضا وشلون يعني المسميات للكواكب عربية، عربية حتى عند الإغريق واليونان كل الكرة الأرضية ينطقونه باللفظ العربي. الطاير اللي هو النجم الطاير، بيتر الجوز اللي هي إبط الجوزة، السهيل ينطق كما نطقها العرب. وش الدليل؟ بعد عطنا أسماء كثيرة أسماء. لا يعني أختصر لكم، 95% من أسماء النجوم الموجودة الآن تنطق باللفظ العربي كما نطقها العرب. هذا شيء. أنتم تدرون أنه جمالية الأرض وجمالية السماء جعلت العرب إحساسهم إحساس مرهف، ولذلك المقامات الموسيقية عندنا العرب بجزيرة عربية يستخدمون 7 مقامات موسيقية، بينما العالم كله ما يستخدمون إلا مقامين. حنا عندنا بنجد اللي هو مقام السيكا، وعندنا بشمال الجزيرة العربية مقام النهاوند، وعندنا مقام الحجاز، وعندنا مقام الحدر وهكذا. هذه مقامات ما تولدت إلا من رحم الطبيعة الجغرافية، فالطبيعة الجغرافية ساعدت وحفزت في ولادة الإبداع الصوتي، الإبداع الصوتي والإبداع الجمالي. تدرون حنا الحين يعني بموقعنا الجغرافي هذا نعتبر يعني شكليا كأجمل نساء العرب موجودة في الجزيرة العربية. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ولم يحين قتلانا يصرعنا ذل بيبي حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. طيب تدرون أيضا أن الجبال بالسعودية، كل جبل عندنا ملايين الجبال، كل جبل سواء بركاني ولا بازلتي ولا الصخر الرملي كله مذكور بالأدب العربي على سبيل الغزل وعلى سبيل الاشتياق وعلى سبيل كل جبل وكل وادي وكل هضبة وكل تلة وكل كثيب رملي له اسم. هذا ترى ميزة ما توجد إلا بالسعودية أبدا. امشوا الآن بالخرائط وانت تمشي كل جبل له اسم ومذكور بالشعر العربي، وقعت عنده يمنا يم، لأن العرب زي ما قلت وقال زي ما قال خالد عندهم الرومانسية، الاندماج مع السماء والاندماج مع الأرض، الأرض التي لا تغطيها أعشاب مكشوفة، وطبعا كانوا يتنقلون فلذلك صاروا يشتاقون للأماكن وبطنوا في العالم. أنا رحت أنت أكيد رحت، تسأل الناس وش اسم الجبل يقول ما له اسم، جبل ما له اسم. لاحظ هنا كل جبل حولوه الكائن حي يتفاعلون معه اسم. ولهذا العرب نقول أول من أحدث الأحداثيات الأرضية هم العرب. وش الأحداثيات الأرضية؟ الأحداثيات اللي خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض عند العرب بالأسماء، ما يوجد رملة ولا جبل ولا كثبان ولا وادي إلا له اسم. هذه احداثيات خطوط طول ودوائر العرض. وزينا والحين الجيل التالي أو العلم الحديث حول هذه إلى أرقام، كانت أسماء وتحولت إلى أرقام. من الأشياء أن العرب هم الذين وضعوا الخطوط السماوية وقسموا السماء إلى قسمين، شمالية وجنوبية. ما وقع منها شمال خط الاستواء تسمى شمالي، وما وقع منها جنوب خط الاستواء يسمى جنوبا. أيا منكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما أطلت وسهيل إذا أطل يماني. دليل أن العرب هم الذين قسموا السماء، قسموا السماء إلى شمالية وجنوبية. أيضا العرب هم الذين اكتشفوا دوران النجوم حول أقطابها، تدور كل القبة السماوية النجوم السماوية على القطب الشمالي. أراقب بالسماء بنات نعش وقد دارت كما عطف السوار، فيه الدور حول القطب الشمالي اللي هو الجدي كما السوار يحيط باليد. يا الله عليك.
طيب الحين ترى انا ابتلى لو حطيت انا اسمي الزعاق ولا هو بس كذا، هو الحين تسميته الزعاق عشان في ناس يسمونك الزعاق، ترى مو بس زعاق على وزن فعال، هو الزعاق. لا صحيح الزعاق وصحته، لاني تو قلت لك اللي يقعون شمال خط الاستواء يشددون الساكن، واللي يقعون جنوب خط الاستواء يفتحون الساكن، ولذلك هذه لهجات لا نردها. أبوك مو جدك مو كان يؤذن إلا كان يزعق، قال له لم نهذن، قال الله أكبر، قال زعق المذن وحملنا هذا اللقب. آه عشان تسذى. طيب الجزيرة العربية السعودية فيها أكبر تنوع وأجمل تشكيلات جيرموفولوجية يعني طبوغرافية، طبعا وتتماشى مع الحركة الكونية للقبة السماوية، صح ولا لا؟ صحيح. مو كانوا يستخدمون المراصد الفلكية من خلال مقارنتها في التشكيلات الجيولوجية عندنا؟ نعم. زي ايش؟ نعم مثل كل أسماء مكون من نجوم، العرب هم الذين قسموا هذه النجوم إلى أشكال وسموها بروج، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول السماء ذات البروج، سماء ذات البروج، سماء ذات بروج مكونة من بروج، وقسموا هذه البروج إلى فصول، فصل الصيف وفصل الشتاء، رحلة الشتاء والصيف، فهم في حال الشتاء يذهبون إلى اليمن وفي حال الصيف يذهبون إلى الشام. ويقول يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف أيضا. بس أحضر الحين أجيبه، بس أذاكره شوي راحت، بس أحضر أحكيك لك أي ولا أقول لك إلا حوارك ورا شعرك ما شاء الله زين، ورا شعري أكريش وشين وشعرك ما شاء الله زين، من ضربة ما مدرس شو أنا من ضضال ما شاء الله عليك صدقني يا غار ومن شعرك روزين ولا شعري شين، فما النجم الذي يهتدى فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها ليا، ولا صرت ميلا من دمشق وقد بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. إيه هذا قيس ابن الملوح يقول كذا لما الشام يقول يناظر سهيل وهو بالشام، يعني ما طلع سهيل لأهل اليمن إلا ذكرا بليلى. يقول هذا يحبي لهم وش نقول لهم أو يحلي لهم يا ليلى القصمان. يقول سبحان الله يلا ما تروح ما يروح انزل تحت. يقول أزعاق وش قصته لا تطلعون برا الموضوع على طول يا حلوكم. ايه هي لطيف يلا احب عينك عيونك حلوه انت ما شاء الله يا اخي كلك ما شاء الله زين الله يخليك. هذا من حسن ني جاك الزين صدق والله انت علمن ها احت من امي ما شاء الله يلا عيد دو في تويتر يلا سهيل راح اي نعم سهيل انتهى وسهيل الان يشاهد بالعين المجرده في حال المساء، لكن يقصد العرب بظهور سهيل هو ولادته قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية، إذا ولد خرج من رحم شعاع الشمس قلنا أن سهيل بدأ، هذه ولادة سهيل. إيه يعطيك العافية عين انتبه ليلها. طيب كمل يا دكتور عيد. إيه رحنا نقول إن المملكة العربية السعودية للي يعني يسألون عن السفر، أنا شخصيا والله أحس شوي لما يقول لي واحد أو متى يفتح السفر بسافر أقسم بالله يضيق صدري. تدري أقول ليه سافروا داخل السعودية فيها تنوع هائل عظيم، بس يبينا نطلع على اللي فيها لأنه ما يمكن أن تستعذب شيء وأن تجهله. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يعني هضبة نجد العملاقة، جبال الحجاز العظيمة، في ناس يسأل وش فيها جبال الحجاز؟ جبال الحجاز هذه أول بيت وضع للناس هناك، وهي لتنذر أم القرى وما حولها، هي من ناحية إنسانية كل البشر بني آدم اللي حنا بني آدم اللي هو جدنا آدم ومن حولنا نسلوا من مكة في جدة، هو في مكة جدة مقبرة أمنا حواء في جدة، والمشاعر المقدسة ترى مرتبطة بآدم اللي هي مزدلفة ومنى وعرفات مزدلفة بآدم وحواء، والكعبة إن أول بيت وضع للناس، وإذا هذه من ناحية إنسانية وروحية، أيضا من ناحية جغرافية جبال مكة جبال بازلتية
عظيمة فيها مقاري للنحل، فيها أشجار، فيها السمر. أنت تدري أن النحل عندنا أيضا الأشجار العطرية اللي تخرج النحل الآن بالمسابقات النحلية اللي يشاركون فيها شباب من المملكة، فاز العسل اللي عندنا في السعودية فاز على مستوى الأعسال بالعالم كله. الحين شوف النيوزيلنديين بنيوزيلندا يفتخرون بالعسل حقهم اللي موكا، احنا عندنا عسل افضل هو فاز، اللي هو السدر والشوكه والطلحه والسمر والاعشاب البريه، له دخل بنوعيه الارض وتربه الارض. هضبه نجد العملاقه فيها النفود الكبير، فيها الدهناء، كل شيء. الحين لما اقول النفود الكبير لا تحسبونه مجموعه تراب ورمل، لا، هذا في تشكيلات، نفس الرمل ذا في تشكيلات ونوعيه الرمل ومنين صنع ومن وين جاء. رمل الدهنه له شكل، الربع الخالي له شكل، المظهور له شكل، عريق البلدان له شكل، عريق الثويرات له شكل، عريق الدسم له شكل، رمال الجافوره لا شكل، حومه النقيان اللي بالدهنه لا شكل. كل شيء عندنا سبحان الله في تنوع هائل وجميل. والسعادة دائما لا تقاس بالمظاهر، السعادة دائما تقاس بالأحاسيس. يعني مثلا احنا رحنا لأوروبا ورحنا جنوب شرق آسيا، الأمطار عندهم سيلية ودائمة، لكن سبحان الله العظيم ما بإحساس. أيضا الأرض الأوروبية خضراء طول أيام السنة خاصة، مع ذلك ما بإحساس. احنا ما يجينا مطر، لكن قطرة هالمطر الوحدة تخلي الواحد سعيد، ولو سعادته هذه قسمت على أهل الأرض لكفتهم، فهذه هي السعادة. أيضا حنا ما عندنا ربيع، لكن بموسم الربيع متر بمتر متر بمتر بالفيضة تقدر تطلع منه 150 صنف من الزهور والنباتات. هذه نعمة يا جماعة، لكن حنا ما نحس إن حنا بنعمة. ما تحسون إلا إذا طلعتم للغرب وطلعتم يا طول العمر وغير دولكم، أقمتوا لرحتوا أقمتوا إقامة، مو تروح شهر بس وتعتقد إن جوهم دائم لا هكذا. يروح ساح. أنا عشت في لندن فترة طويلة، جان اسمه اكتئاب لندن، 9 شهور ما نشوف الشمس، نموت من الكتم وننهب. إحنا عندنا نعمة، عندنا الإضاءة، عندنا الشمس، عندنا الحر ما الحر. طبعا هل السنة كلها حر؟ اشرح لنا عن الأجواء بالسعودية على موسم العام كله. أنتم تدرون أن عندنا تنوع مناخي عجيب. عندنا في حال الصيف التباين بين أقصى نقطة، يعني أقل درجة حرارة وأعلى درجة حرارة، تصل عندنا قرابة 25 درجة. يعني مثلا حنا تصل عندنا بنجد قرابة 25 درجة، بينما الجنوب بنفس الوقت تصل عندهم قرابة 25 درجة. وهذه نعمة يا جماعة الخير، لكن ما نحس إلا إذا فقدناه، ما نحس بالنعم إلا إذا جربنا غيره. جدي محمد الله يرحمه راح يشتغل بحد الدول المجاورة، يوم انجمع له قرشين جاي بيرجع، قال له واحد وش وين تبي تروح؟ قال برجع البريدة. قال ترجع لجمشه؟ قال كلمة جدي، أروح وتسند على جمشه ولا تسن وأنا آمن، ولا تسند على جحة وقلبي خايف. سبحان الله العظيم، ومرت الدنيا وتقلبت الدول، وصار هذا الشخص اللي كان يعني يتطنز بجدي الله يرحمه، كان يتمنى أنه يجي عندنا، وتشتتوا عياله وبين الشرق والغرب، بينما جدي رجع وما شاء الله حنا آمنين وعايشين بأمن وسلام. لذلك هذه الكلمة دائما أحطها دبالي، يقول جدي كون أني أنام على جمشه، الجمشه اللي هي الطينة، وأنا آمن، أفضل لي أني أنام وأنا متسند على جحه وقلبي قلق، ولا بغير كرامة خارج بلدك. فأنا أقول يعني للشباب والناس ده متى يفكس أبسافر يا أخي؟ الله العظيم اليوم اللي أنا أقضيه خارج السعودية أنا أعتبره ضايع من برا عمري. يقول الصدق، ما هو نفاق ولا مجاملة، لا حقيقة. صح أني يوم من الأيام كنت ما أفهم صراحة، كنت أفرح إذا سافرت بس بدي أهج، صح ولا لا؟ أنت كذا أكيد كنت. أنا أشد منك هالحين، لا عقلت وبديت أفهم والله العظيم، أني يمسك الطريق من القصيم للرياض، المكة، المدينة، الجدة، لأي مكان، للمنطقة الغربية الشرقية، كل جبل كل مكان نمر فيه له قصة. أستمتع استمتاع يا رجل، يا رجال أستانس بالتنوع الهائل هذا اللي عندنا.
أنت ربما تكلم لا تكلم ربما أحد يعني يقول لك لا أنت كلامي عيد زين، لكن أنا فعل أنا دائما أسألون الناس ليش أطلع لحالك تدق سلف وتروح لحالك تنام لحالك، انا ما انا بالحالي بهالطبيعه. من 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 يحب الطبيعه يرى كل شيء جميلا في حياته، انا ودي اجمل حياتي، هالطبيعه عندنا الله تنوع الله. طبيعي والله العظيم ما تلقاه، قسما بايه الله انه في عام 1427 جانا وفد امريكي هنا ببريده، يوم انطلعنا من بريده رايحين مزرعه صالح السلمان بركيه الله يرحمه، مرينا من عند نفدة ثويرات اللي هي اللي باربعيه، قالوا وقفوا والله العظيم انهم اخذين الرمل بكياس بكياس، يقولون اول مره نشوف هالجمال هذا، احنا نضحك عليهم بكياس، لكن بعد ما تقدم بنا العمر وجدنا وروحنا وجدنا ان كلامهم صحيح. يا جماعه الخير والله العظيم يا عندنا يعني جمال ثقافي إرث ثقافي، أتحداك تلقى حصات أو حجر أو جبل إلا عليه قصة تاريخية موغلة في القدم، وعليه كتابة وعليه رسومات حيوانات هي الأبجدية، أبجديات العالم. تعرف أن الأول أبجدية خرجت من الجزيرة العربية الأبجدية الثمودية وما تفرع عنها، كل شيء خرج من الجزيرة. طبعا أنا نقول هذا الكلام ليس من باب التفاخر على الآخرين، إحنا بس بدينا نكتشف أن عندنا شيء عظيم، بس الآخرين بالعكس اكتشفت بلاد ومثارهم من زمان، إحنا تونا جدد على الموضوع ذا. سيدي سمو سيدي ولي العهد اللي قام في هذا العمل الآن وقت قصير من المحميات، حماية الحياة الفطرية، حماية الحيوانات، الاهتمام بالتاريخ، الاهتمام بالتراث، الاهتمام بالخط العربي، ترى هذا كله الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، شيء عظيم. خلال 5 سنوات شوف شلون تغير كل شيء، من كان يصدق أن هذا الشيء يصير عندنا بالسعودية؟ نشوف الحين الحيوانات البرية الفطرية تجول، هذا زي الحلم عندنا. الاهتمام بالعلا، الاهتمام بالتاريخ، هذا كله وش تسميه يا أبو باسم؟ أسميه قفزات وليست خطوات، قفزة قفزة مسابق الزمن. فهذه حقيقة اللي حنا جايشين نشوفه الحين من الثقافة اللي بدينا نشوف الثقافة تبالنا نحسه، يمشي الواحد بالسيارة وهو آمن ما يقدر يسرع، يمشي الواحد بالسيارة وهو رابطنا الحزام، يمشي الواحد بالسيارة وهو يعني النظام الحقيقة زرع الثقافة عندنا. وحنا والله نبلبر، أنا أمس بودية المدينة جبلنا نشب ضوء وخفت شب ضوء، المشكلة في عودان مرمية، يعني احترام للنظام في نظام حماية البيئة، كل ما أصدره سمو سيدي من قرارات الآن طبقت، شوفوا بوسط أودية المدينة ما حد يشوفن، ما قدرت أشب، قلت خلاص يكفينا الغاز اللي معي، شو لو أقعد أشبب وولع وخرب الأرض، صدق يعني خفت من الغرامة بعد. يعني 5 سنين بحول الله تبي تشوفون شيء يمكن من نفس الخيال بحول الله، لا من ناحية الطبيعة ولا من علشان كذا سمو سيدي سمى الشعب السعودي قال عنده همة مثل جبل الطويق، وأنا ودي أتكلم عن جبل الطويق، ما بتكلمنا تو عن جبل الطويق، ليش هو له أهمية؟ جبل الطويق أول شيء كان، اسمع يا خالد سمعك، كان هو الضفة الغربية من بحر التيثس العظيم. البحر التيثس العظيم كانت تحته افغانستان وباكستان وايران والمنطقه الشرقيه ذي كلها، وكانت ضفته. الحين ليش طويق من الجهه الغربيه مرتفع زي الجدار واقف؟ ولذلك عمرو بن كلثوم يقول فاعرضت اليمامه واشمخرت كاسياف بايدي مسلتين، متصدع وطايح، وكل مره يطيح جزء وفي تشققات ومن نازل من جهه الغرب. تدري ليش؟ لأن هذه الضفة كانت ضفة البحر العظيم، نعم، اللي الآن يكون البحر الأبيض المتوسط. لذلك هو أول شيء أهمية جبل طويق، لما سيد ولي العهد قال إن الشعب السعودي مثل عنده همة مثل همة جبل طويق، هذا كلام مهم من شخص يعرف أهمية، نعم، الجغرافيا، والله يعني ألهمه بهذا الكلام. فعلا جبل طويق مذكور بالشعر العربي، القصص الإنسانية له قصة جيرموفولوجية، أنه الآن جبل الطويق كله متحجرات، شعب مرجانية، حلزونات، محار،
الأمونايت كان هو الضفة الغربية الأقدم بحر. يعني الجزيرة العربية ليست فقط أقدم لغات وأقدم أبجدية، لا، هي أقدم بحر بالعالم وجد فيها وانزاح. فنجد فيها جبل طويق يبدأ من وطوله وجاي على شكل طوق الحمامة. الحين قلت إذا الحين القوقسية لها طوق هنا أسود غير مكتمل. القوقسية ولا قمرية؟ لا قمرية معلي، القوقسية اللي من أول نصيد أنا وياك بثل الصباح شكتها تقل عصبان. عصبان مي بالمثال تقل عصبان يلا يا دور غيره. شوف ففي طوق هنا، فجبل طويق جاي على شكل طوق يبدأ من الشمال الشرقي وينتهي بالجنوب الغربي. الجنوب الغربي، الجنوب الغربي كذا 850 كيلو ها، ويندفن، ولذلك سموه المندفن. إيه جنوب وجنوب وادي الدواسر. فجبال طويق جبال جبل جيري في تنوع هائل في حيوانات. ترى طويق ترى فيها حيوانات ما كانت توجد بأي مكان في العالم. التيس البرية واللي هو الوعل موجود في جميع أنحاء العالم، لكن كل منطقة وعل جبل طويق من أجمل الوعول. الغزلان العفرية اللي كانت بجبل طويق من أفضل الغزلان بشكلها. أيضا الذئب، ذئب جبل طويق ترى فيه ذئب ضخم جميل، هذا من الحياة الفطرية طبعا. والآن الحماية الفطرية عندنا، المحميات اللي الآن انتشرت كلها تستغل يوم من الأيام. طويق عندنا محمية الوعول في الحريق في حوطة بني تميم. فشورينا قاعدين تسدها عليك نسيته وانت اشرح. فأقول لك طويق من أي مكان تذهب تجده ويقابلك واقف كذا مشرعب عنقه ها، في نباتات، في زلتات، في حيوانات. إن شاء الله ستعود إليها الآن بالجهود اللي تقوم فيها المحميات الآن بالحياة الفطرية. أيضا المتكشفات الجغرافية ما هي موجودة إلا عندنا. المتكشف معناه إنه جبل مكشوف وتشوفه الأزمنة المنصرمة اللي تقدر بملايين السنين. فالجزيرة العربية مرت بأربعة فصول، مرت بالتجمد ومرت بالربيع ومرت بالتصحر والآن اللي هي الجفاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة العربية مروجا وأنهارا كما كانت. فالكرة الأرضية تدور حول محور، وأي جسم يدور حول محوره فإنه يترنح. هذا الترنح هذا اللي يسبب انتقال الفصول من خطوط إلى خطوط تالية. طيب والأسئلة يقولك تكلم عن الجفاف، يقولك مين ذولا؟ عيد اليحيى وخالد الزهاك. عيد اليحيى يقولك المكان حلو، المكان تبع السنيدي عبد الرحمن السنيدي. عبد الرحمن السنيدي يقول السؤال يا شباب، نعم هل باقي في أماكن السعودية فيها تراث طبيعي ما حد اكتشفها؟ كثير 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 كثير. يعني الأماكن الجغرافية ترانا بالمناسبة، يعني والدكتور عيد أبخص منه بهالشيء، هذا ما اكتشفنا نقدر نقول ولا 10% من الموقع الجغرافي اللي حنا عايشين فيه. لم نكتشف الحضارات السابقة إلى الآن يعني بشكل كامل، لم نكتشف الجغرافية الأرضية. يا جماعة الخير حنا أكبر بلد مصدر للنفط البترول. ليش البترول؟ البترول طلعت كذا بس من باب الصدفة، لأن تحت طبقته آلاف وملايين من الحياة التي عاشت وطمرت. بحر وطمر وجاء انهار وطمر وجاء رمال وطمر وجاء تصحر. هالحياة اللي تحت هي اللي تحولت إلى بترول. فلذلك البترول ما جاء عبث عندنا، ما طلع عبث عندنا. صحيح. عندنا تدرون عندنا أكبر صحراء رملية بالعالم اللي هي الربع الخالي. أنتم تدرون أن المستشرقين أمني أنه يمر من حول اللي هو الربع الخالي. الربع الخالي الحاله حكاية الربع الخالي. صحيح. عندنا 25 حرة بركانية في المملكة العربية السعودية لم تكتشف بعد، لأن الحرة البركانية
صعب انك تمشي عليه، فيها رسومات ولغات وحروف ووسوم ورسومات الحيوانات. طبعا الجزيرة العربية كانت قبل 7000 سنة كانت حشائش سافانا، قبل حشائش السافانا قبل 20000 سنة كانت غابات قزمية، وقبل 80000 90000 سنة كانت غابات مدارية. زين؟ نعم. ففيها كان الإنسان يعيش في الحرات كأمن له، ففيه نقوش وكتابات. هذا اللي يسأل وش اللي ما اكتشف، واجد اللي أنا أقول ما اكتشف ولا 5%، يعني ما اكتشف شيء حقيقة. أقول لكم شيء، أنتم تدرون إن عندنا أكثر من 4000، أكثر من 4000، لأن ما بعد وصلنا للرقم الحقيقي، فوهت بركان الله، وكلها متكشفة. متكشفة، متكشفة يعني ما عليها غابات تغطيها، تقعد تقراها جغرافيا تستمتع. لا. لا. الإنسان يستمتع. لا. يسير في الأرض فينظر الآيات الموجودة عليها. لا. متى خلقت الأنواع، الصخور، الله، حرة كشب، بس حرة كشب اللي بين الطائف وظلم في عالية نجد، هذه فيها فوهات بركانية وأماكن لم يطأها بشر إلى اليوم، إلى اليوم لم يدخلها بشر. وهذا من التفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طالع طالع، شوف عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في طبيعته. بس يبي يقولون لك الحين الشباب، أنت تقول لا استمتعوا سافروا داخل بلدكم، يبي يقولون لك طيب لا رحنا ما نلقى مكان، ما في ذاك الخدمات، وش تقول بالكلام؟ أقول جايكم الخير إن شاء الله. أي والله جايكم الخير، لا تستعجلون. الدولة الآن قائمة على قدم وسابق في تحقيق هذا الهدف، وهي تبتحققه قبل ما نفكر بحنا. شوف الآن الهيئة الملكية لتطوير العلا وش تسوي، والخطط اللي بتكون فيها، والبرامج الثقافية، يعني ترى بناء الإنسان أيضا قبل العمران. الآن العلا، أنا معجبني تجربة في العلا اللي هو فريق حماية، الآن تعدوا أكثر من 2000 شخص، هم بنات وشباب، هم يحمون أرضهم ويراقبون عدم رمي الزبائن، عدم رمي المخلفات، تسجيل المواقع التاريخية، تعدوا الآن 2000. ومحمية شرعان الآن فيها النمر العربي، تصدقون النمر العربي قبل 6 سنوات قبل مبادرات السيد ولي العهد الله يطول عمره كان ما بقي إلا 6 نمور وثقات في جبال السرات، 6 نمور فقط، فعملوا لها خطة لتنميتها وإعادة توطينها، خطة تعبوا عليها، وضعوا كاميرات حرارية، وضعوا أطعمة. الآن بدأ التكاثر، سنرى يوم من الأيام النمر العربي اللي أجمل حيوان. شوف حيوان الباندا بالنسبة للصينيين وش يمثل، شوف الكنغر عند الإسرائيليين وش يمثل. طبعا احنا عندنا الخيل العربي الأصيل، عندنا 15 بطن، احنا ما تكلمنا عن شيء لا الحين يا خالد، هي مهم جغرافيا ومناخ. عندنا 15 بطن خيل عرب، عندنا الصقلاويات والحمدانيات والكروش والعبيات والصويتيات، وعندنا الشويمات، وعندنا الحمدانيات، عندنا بطون، اجمل بطون خيل بالعالم موجودة عندنا. شلون جت فكرة حماية؟ طبعا بما اني عضو صراحة ما اقدر انا اقول كل شيء، يرأس مجلس الهيئة الملكية إدارة العهد كما تعرفون سمو السيد ولي العهد، كل الافكار الابتعاث، ابتعاث شباب وشابات العلا العربي في محمية شرعان، كلها اول اطلاق تم، كلها افكار من سمو سيدي. هذه حقي نعم، حتى الاسم هذه حقيقة. يعني أنا أسمع، وليس كل ما أسمع، أنا عضو مجلس إدارة ما أدري حق لي يقول كل شيء، لكن هذه حقائق. كل الأفكار جت من سمو سيدي ولي العهد، والنموذج الآن اللي صار بالعلا امتد الآن، البوابة الدرعية وتطوير البحر الأحمر والنيوم والمشاريع الأخرى اللي الآن نشوفها بالسود، والهيئة الملكية لتطوير مكة، الآن جبل النور وجبل حراء والآثار الإسلامية ومشروع خدمة الحرمين الشريفين لتطوير الآثار الإسلامية، ترى هذه كلها هذه جاية بالطريق. بس احنا طبعنا نستعجل، السعودية قارة ما تقدر تبد على عليك شيء، وحنا قده بحول الله. أنتم تدرين سم ايه سم يقولون
شلون طبيعة نيوم والمنطقة إيه وأجواءها ومتى أفضل وقت السياحة فيها؟ وقت السياحة اللي هي وقت السياحة طبعا السياحة تكون فيها صيفية وفيها شتوية، لكن أغلب الوقت أنها تكون شتوية للأماكن الواقعة المتاخمة على السواحل الغربية، لكن شمال الساحل الغربي هذا للتنزه الصيفي والشتوي كلهن، لأن درجة الحرارة معتدلة صيفا وشتاء، هذا في الظل اللي هو بالصيف، لكن بالشتاء أيضا معتدلة بدون ظل، وحركة الأمواج هناك هادئة، ليست عاصفة كحال الأمواج الثانية، لأنه جالس اللي هو بالرأس اللي هو على شكل سبعة، وتكون حركة الأمواج هناك ضحضاحة، يعني ليست عالية. هذا شيء أنتم تدرون أنه أي واحد مثقف بالعالم منيته أنه يزور خمسة مدار عالمية، اللي هو القطب الشمالي، القطب الجنوبي، خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي. مدار السرطان عندنا ويمر بثلاث دول خليجية، يمر بسلطنة عمان على الإمارات والشق الأعظم منه اللي هو بالسعودية. هذا شيء. مدى أنا زرت أربعه، باقي عاد القطب الجنوبي، القطب الجنوبي ما يصله الواحد إلا بشق الأنفس، لكن الحمد لله نقول إنه الحين بحول الله بسنوات القادمة يبيجون الناس لنا يزورون مدار السرطان، يزورون مدار السرطان ويعرفون الأماكن ويقرؤون اللغات والأبجديات المكتوب على الصخور، ويبي يستلذون بأسماك، طعم أسماك البحر الأحمر بسبب الرعي الموجود بسبب خصوبته. التنوع ترى الأسماك اللي موجودة بالخليج العربي تختلف تماما عن اللي موجودة بالبحر الأحمر، تدري عن ذلك؟ كل بحر له أسماكه وله طعمه. من التميز أسماك الحريد موجودة عندنا، والناجل موجودة، موسم عندنا، نعم. موسم عندنا، والبوري، نعم. ترى ذي كلها خاصة، نعم. بالبحر الأحمر، موسم الحريد، الشعور، نعم. وذا موجود في الخليج العربي، نعم. أكثر، نعم. والهامور، لكن موسم الحريد موسم عندنا في فرسان، عندنا. فرسان موسم عندنا، وتباقي عليه تقريبا قرابة 3 أسابيع، ويجي سمك الحريد، يجي من العالم كله، يجي سواحلنا نصيد على قدر ما نبيه ويرجع. هذا موسم، هذه احتفالية بحد ذاته، ونشكر أهل فرسان وجازان أنهم أحيوا هذه اللي هذه اللي هي الموسم، وأحيوه تحت ركام النسيان، يعني ما كنا نعرفه لمين أحيوه، وبعد ما قرينا وجدناه أنه ممدد لآلاف السنين على هالجزيرة ذي. هذه يا جماعة الخير ثقافة بلدنا، لازم نطلع عليها ولازم نحافظ عليها ولازم ندافع عنها، ما نصير ناس سلبيين، خلونا ناس إيجابيين ونتساعد على رفعتنا بحول الله. طيب أنا بقول شيء الحين المشاهدين منهم معنا الآن، وش تقول عن اللي يرمون البلاستيك والزبال ويتركونه بالشعبان والمخلفات؟ هذول هل ينقصهم علم واطلاع الآن؟ ما ينقصهم، لكن ترانا كلنا مشتركين، أنا منهم وانت منهم وانت منهم، لازم نتساعد بكمش هالسلبية هذه على شأس أرضنا، لأن أرض غالية علينا. واللي يجون للآثار والكتابات الثمودية القديمة ويكسرونها يعتقد أن فيه ذهب موزع أو مختفي داخل الصخرة ده، وش تقول عنه؟ شلون تقول له يا خالد الزعاق صراحة؟ أقول له النظام قدامك. لا لا بس لا. وش دخل حرب ثمودي يقول أنا فلان بفلان، وش دخله بالذهب والخربطة ذي؟ لأني أنا أقول هالكلام هذا اللي يجي النقش مهوب لك ولا لي، هذا للتاريخ والكرة الأرضية كلهم يشتركون بهالنقش. وش دخل الذهب فيها والكنوز؟ ومن هو اللي علم قال لكم إن الكتابة الثمودية ذي تحت كنز؟ أنا ودي أفهم، أنا صراحة عجزت أفهم، أنا شاب راسي عجزت أفهم. ويكسرون ويخربون ليش؟ يقول في ذهب، يقول في ذهب ورا الصخرة. يا دكتور عيد اتركنا من الذهب، اتركنا من ذي، نقش قرناس. اي والله الحماله دخل نقش بالجبال، تجي يا اخي تكسره، ليش هذا يغمض الصراحة، يقهر، اقسم بالله يقهر. انت مو هذا اكثر شيء يهمك؟ انا والله لو تسألون وشو اكثر شيء، انا ما ادري، اكيد عندك نفس الشيء. أكثر شيء يهمنا الآن بحياتي
هو كل مواطن سعودي وسعودية يهتمون ببلدهم وتاريخ بلدهم ويعتزون بتاريخهم وتراثه الطبيعي والإحيائي والجغرافي والأنثروبولوجي واللغوي والشعري والإنساني والفني والغذائي كل شيء. حنا كذا نتقدم، وهذه الآن رؤية سمو سيدي ولي العهد هي اللي سلطت الضوء على هذا. بحول الله. احنا بعدين هذا بلدنا، عيالك ولدك باسم ما ودك تشوف له مستقبل عظيم؟ عيال باسم، انت يوم من الايام ان شاء الله بتشيب، انتم ازعاج اعماركم طويله ما شاء الله، تبي تشوف عيال باسم مو بتشوفه معتز وشاف اللي انت ما شفته بحياتك مثلا؟ هذه بالمناسبه السلبيه الحين اللي موجوده عند بعض الناس، ما نقول كلهم، السلبيه موجوده من الثقافه الحادثة اللي حصلت لنا، ولا هلنا الأولين رغم شظف العيش ورغم قلة المعيشة ورغم الفقر اللي هم عاشوه ما يسبون بلدهم أبد أبد، لكن ها السلبية هذه ما جتنا إلا من فكر مستورد، وإن شاء الله إن حنا قضينا عليه بحول الله، والجيل التالي نعول عليه وهو أهلا بذلك. صح، غذاء زين الجيل الجالي، الكليجة، الأكل الزين، البروتينات، أوميجا 3، أوميجا 6. صحيح ما شاء الله عيالنا نشوفهم عمره 14، رجل ولدك أطول منك أكيد وأعقل منك، إحس ما مو بعقل منك، خل أقرأ هالحين، مو بذكى منك ولدك، قلص بكل تأكيد أنا ولدي فيصل أذكى منه وأعرف منه والحمد الله أني منبسط. ليش؟ لأنه حصل لهم نعمة ما حصل، نعمة وتعليم، تعليم ما حصل لنا حنا. احنا نضرب الصبح تل النهار يوميا، نضرب ثلاث مرات والرابع عند اللزوم. لا نبليزك يا زاك. شو يقول ذا الموضوع الحين؟ زين يلا، كلك كليجة ترى ذا مزين بدون زيوت مهدرجة. ما هي المواسم الانتقالية؟ المواسم الانتقالية موسمين، اللي هو موسم الربيع وموسم الخريف. حنا الحين في موسم الربيع ويعتبر موسم انتقالي، والمواسم الانتقالية هي أن المنظومة المناخية، عناصر المنظومة المناخية تكون متغيرة على مدار الساعة، وهذا التغير سبب كفهرة في الأجواء، يعني غبار وأتربة. ونحب المناسبة الجزيرة العربية تقع في حلبة التصارعات العالمية الشمالية والجنوبية، فالآن الشمالية اللي هو المرتفع السيبيري تحاول المنخفضات الجنوبية أن تطلعه على منظومة المناخية حتى تتربع المنظومة الصيفية على عرش العناصر المناخية خلال الأيام القادمة. واليوم حنا أول موسم الحميمين، وموسم الحميمين يعتبر من المواسم الهامة عندنا. وبالمناسبة العرب قسموا السنة إلى فصلين، فصل اللي هو شتاء وصيف، والعامة قسموها إلى أربعة أقسام، وأيضا أهل الأنواء قسموها إلى 28 قسم. طيب أنت بما أنك الآن عارف بالقبة السماوية وده وما شاء الله معك لغة إنجليزية، أنا أرى أنه بالرؤية الآن والجهود يقوم فيها سيدي ولي العهد لفتح باب السياحة عندنا، حنا مجال سياحي هائل يسمى السفاري جيولوجية. طبعا أنواع السفاري، في سفاري الحيوانات، في سفاري التصوير الفوتوغرافي الأخضر اللي بدون صيد، هذا بأوروبا، اللي بأفريقيا بسفانة أفريقيا. حنا عندنا السفاري الجغرافي الجيولوجي الأنثروبولوجي، يعني مثل جبة، جبل أم سنمان في جبة، جبل صغير ما يجي كيلو بكيلو، لكن فيه 5000 نقش ثمودي وقصص إنسانية، فيه 5000 طبعا مسجل بالتراث الإنساني لليونسكو. هذا مجرد ما تجيب فيها السائح يقرؤون هذه الأبجديات وينظرون إلى السماء بتعريف. ترى خالد عنده لما يطلع معي، يطلع نياه للبر، ينظر إلى السماء يربط القصص. إحنا لازم نربط قصص السماء بالأرض بما قاله الإنسان. وطيب أن مثلا الخلاوي، وش اسمه؟ الخلاوي، هو اسمه راشد، راشد الخلاوي، ربط السماء في الأرض. وحين الشعراء النبطيين عندنا شوي عندهم انفصال من المواقع الجغرافية والمواقع السماوية. ليش؟ هو طبعا الخلاوي عاش قبل 400 سنة كما أرى ويرى الباحث عبيد أبو اثنين،
صار عندنا انفكاك من جغرافيا. قبل الإسلام مرتبطين بالمواقع الجغرافية والسماوية، اقرأ معلقة امرؤ القيس. حصل انقطاع بعد دخول الجزيرة العربية عهد الظلام بعد سقوط الدولة العباسية. امرؤ القيس كان جاي من الشمال الغربي، زين، يوم مر من عند نجد قام تذهب وشاف برق وجيان غزل بجنبه. أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمح اليدين فيه حبي كلمح اليدين في نسيت والله اسعفاً. لكن يقول أصاحي يجيب جنبه واحد يقول شوف البرق، لأنه يتمتع في رؤية البرق. بالمناسبة أنتم تدرون أنه أوروبا ما يشاهدون السماء مثل ما يشاهده، لأن عندهم سحاب حاد عنهم السماء. يقول لي بول كيمت جاء لمي في عام 1401 اللي هو عام 1981 جايين يحقق الأسماء العربية، ومستشرق ألماني يتكلم اللغة العربية أفضل مما نتكلمه، توفي قبل سنة ونص. يقول لي عندكم جمال أنتم ما تقدرون هالجمال هذا. يوم جاء وشافه القبة السماوية، وشلون شاف الثريا، وشلون شاف بنات نعش، وشلون شاف الجوزة، وشلون شاف المرزم. يقول ما كنت أتخيل. يقول جاي لما جاء يبي يجلس قرابة 10 أيام، يقول أبي يوم واحد. قلت لا، حنا شاهد السماء طوال أيام السنة، ما في حاجز بيننا وبين السماء، فيه موجودة. ليش؟ لأنه ما عندنا حنا سحب ماطرة أو سحب حاجزة لوجه السماء. حنا سحبنا الحمد لله يعني جينا بمواسم معينة ولا تحجز السماء. أيضا أنتم تدرون أنه الجلاكسي هي اللي هي الجهاز جلاكسي هذا مسمى على مجرة درب التبانة، تسمى جلاكسي. درب التبانة اللي سماها العرب درب التبانة، أنه خط أبيض بالسماء مثل اللي يشيلون تكرمون التبن على رؤوس الدواب ويتناثر يمنة ويسرة وطالع أبيض بالسماء، ويسمى الطريق اللبني. ولذلك ترجمته بقلينزي إلى الحين يسمونه ميلكي وي، الطريق الحليبي والطريق اللبني هذا بالسماء. أخذين هالترجمة هذه بنصه من العرب. إذا جاء المسر فوق، إذا جاء المجر اللي يسمى المجرة فوق المسر، زين، شبع العجيري نسيته والله. تراك تنسى. نسيت والله، ما مرة نحت أنت في تزعاقي. موسوس. أنا موسوس بس أنت إن شاء الله ما تصير موسوس. الحين عندنا الحين مثل محمية عروق بني معارض والربع الخالي، فيها حيوانات فطرية، فيها المها العربي طبعا من أجمل الحيوانات لأنه أبيض، فيها الغزلان، تشبه إلى حد كبير ها محمية ناميب في ناميبيا في صحراء كالهاري. الآن هذيك المحمية لأن فيها كثبان رملية ترى في كالهاري، يجوا فيها المها لكنه مها افريقي احمر مو ابيض. يجون وشو عشان يحبك يا اخي تدلع روحك انت ما شاء الله عليك. هذه الحسد ما تحب الا تدلع. عندنا يجون ومن جميع انحاء العالم يجون لصحراء ناميب. صحراء ناميب في ناميبيا البعيده ذي النائيه اللي في القرن الافريقي. احنا عندنا عروق بني معارض الان فيها سكن، فيها نتكلم عن السياحه، فيها نزل، وهي نفس بيئه طبعا الان التنهات ومحميات اللي امر فيها سيد ولي العهد لاعاده كلها، بيصير فيها سفاري وسكن ونزل بيئي ونزل جيولوجي وتفرج على الحيوانات. رايحين نمره الخط للسواء، تكسرت ظهورنا يا الله، وصلنا بطني جدن نوبو بأفريقيا بشمال، ف تكسرت يا الله وصلناه. والحين الحمد لله خط، انتم تدرون مدار السرطان موجود جنوب الرياض جنوب الخرج ب 110 كيلو، هي بسيطه يا جماعه. احنا وتاصله بكل سهر. اكبر شبكه طرق في العالم معترف فيها ان من افضل طرق المملكه العربيه السعوديه الى الربع الخالي. الان في طريق يشق الربع الخالي. صحيح انه هذا له ميزه انه يوصلك لكل مكان، لكنه ايضا ينشر
بعض التخريب اللي احنا قلنا ان شاء الله انه ما راح نشوف الاشياء السلبيه، رمي الزبايل، الاعتداء على الغطاء النباتي اللي هو اهم شيء الان، الغطاء النباتي اللي الان بهذه المحميات اللي امروا فيها ولاة الامر سوف تعيد حتى الغبار ذا اللي يجينا مو برايح يخف لما تعود الغطاء النباتي للأرض والزهور والأشجار ومنع الاحتطاب. والله العظيم أنا ما ودي أموت إلا لين أشوف حنا بالسعودية ما أحد يرمي زبالة وما أحد يمشي إلا ملتزم بقواعد المرور. هذه أشياء اللي مضيقن صدري. أنت وش الصد اللي مضيقن صدرك؟ يقول والله أنت تقول الصد. والله لا أقول الصد. أنا قلتك أكثر شيء مضيق صدري رمي الزبائل وعدم الالتزام بالمرور وقطع مثلا النباتات ولا شيء. هذه بس اللي مضيقة صدري، ما ضيق صدري شيء نبت إني ورا ما عندي قروش ورا ما نبتسدى ولا ورا بديت أشيب وصاروا يكرهونا. والله مضيق صدري إن حنا ما لحقنا على شيء، فاتنا شيء كثير شبابنا الصراحة. خلدي لا تصير أناني. هل كنت تقول احلف إن شاء الله؟ أنا وش أقول لك إيه؟ وش واللي ودك تشوفه من هالشباب يسوونه؟ إيه ما لا أنا قلتك أنا مضيق صدري ما ودي أموت إلا أني أشوف ما أحد يرمي علبة بلاستيك ولا باغة وكل شخص يلتزم بأداب المرور وما أحد يعتدي على شجرة ولا على نبتة. بس هذه أمنيتي بالحياة، أقسم لك بالله العظيم هذه أمنيتي بالحياة. أنت وش أمنيتك بالحياة؟ أمنيتي بالحياة أني أشوف الجيل التالي هذا هو اللي بيحمل الثقافة وهو حامل الثقافة الحمد لله. وبالمناسبة اللي يقوله الدكتور عيد تعطينا كلام تنظير، خليك أكمل أنت، أنا ما قطعتك تو. تو يقول اللي هو أنا شو اللي يضيق صدري اللي أشوفه يرمي كذا. الحمد لله والله من تقريبا سنتين أو سنتين ونص هالثقافة هذه أو الرمي بديت ما أنا بشوفه، لأني أنا عايش بطريق يعتبر شريان، بيتي بالبخاري والبخاري يحتوي على ثقافات متعددة. أنا أشوفهم الشباب ما شاء الله مؤدبين والله الحمد، جلساتهم بالكافيات يعني كل واحد عايش الحياة لحاله، ما عليه بالمار بل يمر يمين يسار، ما عليه، عايش لحاله ما له دخل بالثانين. هذه الثقافة والله العظيم أني من عام 2004 كنت بألمانيا وإني أشوف جالسن بمقهى واشوف الناس اقول متى ناصره، يعني عندي اني ابى اموت ما انا بشايف انا مظاهر اللي انا شفته هناك في اوروبا، مظاهر الثقافه بديت اشوفها الحضاريه، يعني التحضر والتهذيب العام قصدي يعني مو بعصا مثل نوي الحك ما في صنك مع راسك بدينا تحدانا صنك خلنا صنك بل بتحداك لانك تبي تذم لا بس يعني وش أمنيك أنت؟ وش ودي توصل أمنيك للشباب السعوديين علشان أشوف وش؟ أنا أمنيتي قلتها زبائل، التزام بما رمي مخلفات، التزام بقواعد المرور، بس هذه أمنيتي بالحياة والله العظيم. أمنيتي بالحياة أني أشيل كل العلم اللي عندي أحطه لهالجيل قبل ما أموت، هذه يعني هاجس نفسي صراحة. ولذلك الحين بديت استخدم كل وسائل التواصل لتوصيل المعلومة والحمد لله دخلنا على لا بس وش العربية. ودك يسوون الشباب يعني وش ودك ورا ما تعلمهم اللي ودي قبل كذا سنة بديت اشوفه هالحين يعني خلاص الحين الزمن الان يسبق توقعاتي. الله. كل يوم اقوم الصبح اشوف الناس ما اتخيل شيء جديد هالقفزات دي اللي انا اشوفها وهذا جميل. يعني الحمد لله مقبلين على يعني رؤية وننافس إن شاء الله العالم عليها بحول الله. صحيح. إن شاء الله. وهذا بدأنا الآن، بدأنا بهذا الشيء، قفزنا من بدأنا قفزنا قفزات كبت لربطين الحزام للقفز. يا حليلك يا خالد الزعاج. ترى في حاجة بقولها دامه جابه الله، راح معي خطى العرب الموسم الخامس ودرنا بالسعودية مصور ليلة العربي صح؟ ألاحظ أن الناس يحبونه أكثر ما يحبوننا، لدخلنا مجلس بالبادي وأزعق وذا، أنا أمير مرة سحبين علي، وش السبب؟ عشانك أحلل من، مو بحليل عشانك وسيم صح، هذه مقاضين منازيا من، لا نفسيك وخلاقك أحسن من، فأنت غطيت علي، يعني أول مرة شفتهم بدأوا يناظرونه وأنا سحبوا علي، تركهم الموسم الخامس، مرة سحبوا علي، تعرف الإنسان عنده غرور، وأنا جاي من خطى العرب حسب أني وهذا وين الزعاق يقولون لي وين يا انا حسيت صراحه بس
بعدها أنا حبيتك، عرفت ليش أنت كذا؟ لا تصدقونه والله العظيم إنهم يحبونك أكثر من يزعلك. ما متركنا. وش السبب؟ هذا من حسن ذاتك أنت. لا لا أنت والله أنك أسمع 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 ذي. أنا مرت من بروسيا. أيه. قال لي روسي منين جاي؟ قلت جاي من أحر بقعة حرارة بالعالم. نعتبر النافسة العالمية اللي هي الحسا على المناطق الواقعة قرب التسعير الذاتي اللي هي الحفر على الكويت، كل هذه واقعة في مصب التسعير الذاتي الموسمي. المراد قالوا جاي تشوف الثلج، قلت والله جاي نزور القطب الشمالي. قال أول مرة تشوف الثلج، قلت لا حنا عندنا ثلج. قال معقولة؟ أحر درجة حرارة بالعالم عندكم ثلج؟ قلت إيه عندنا ثلج، اللي هو الزائر الأبيض اللي جينا بجبال اللوز بتبوك. كلنا عندنا. قال معقولة؟ كلنا معقولة. شوفوا هالثقافة ذي وحنا ننقله، يستغربون يستغربون. حتى لو أسألك يا دكتور، هل تدري قبل 15 سنة أو 20 سنة بنبعد أنه يحصل عندنا ثلج؟ ما ندري، ما درينا أصلا، ما درينا إلا بعد بيوم بدينا نشوفه غصب. وهذا وش أسبابه؟ أسبابه إن مناهجنا ما علمتنا، ما علمتنا أنه يزي أنه عندنا زائر قطبي يزورنا تقريبا كل سنة. يا كثر الأشياء اللي ما نعرفها. ما ندري عنها. فالحين الحمد لله صاروا الناس يدرون. وأيضا يوم نروح للقطب، يوم نروح للزائر القطبي قبل تقريبا حول 20 يوم، ما شاء الله الناس رايحين ومستانسين يناظرون. هذه بحد ذاته مهرجان لاستقبال هذا الزائر. أيضا أهل جيزان يسعدون الحين، وهل فرسان يستعدون للزائر اللي هو زائر السمك اللي هو سمك الحريد. عندنا مواسم، وأيضا عندهم موسم الحين، موسم المانجا الآن بادين يسوي. عندنا موسم مانجا، وعندنا موسم تمور، وعندنا كم عندنا نوع الآن بالسعودية من التمر؟ كم نوع؟ لا تحسي 475 نوع تمر. هذا من ألذ التمور بالعالم. لأنه ما عليش أنا رحت البلاد بالشرق عندهم إنتاج تمور صراحة. ذقة التمر عندهم يعني كرم الله النعم ما يوكل، ويحبونه. أعطيتهم من التمر اللي معي انبهروا. بأمريكا يوم أروح أصور النقوش الثمودية أعطيتهم التمر اللي معي، إلى الآن يتصلون يقول أرسل لنا وأرسل لهم. هذه ناس كلام. يعني كلام. عندنا نعم عظيم. طيب كلها بسبب الحرارة والشمس. مو بحين يقولون حرارة لولا الله ثم الحرارة هل يطلع عندنا تمر زين؟ أجاوب على السؤال. أبدا أبدا ابدا. لولا الحراره ما طلع عندك بترول، لولا الحراره ما تميزت عند العالم كله، لولا الحراره ما جت كل اجناس العالم جايين يطلبون الرزق عندك. هذه حقيقه حقيقه. ايضا واحد اتصل علي قبل تقريبا أربعة ايام، قال اجوائنا، ويقعد يشتم على الاولين ويشتم وراهم يجيبوننا هنا. قلت ما فات شيء، ما فاطلع انت، اطلع الحين مفتوح لك المجال. قال كورونا. قلت بعد الكورونا شيل قشك وروح، شيل قشك وروح. شوف الان الجمال الطبيعي اللي بين السودة وبين رجال المع وبين رجال المع وبين النماص وبين النماص بالعالم كله في فصل الصيف في شهر اغسطس في ايطاليا ما تجد حرارة 18 بالنهار، ما تجد، تنكتم للحر جك بلا ما تقدر تنفس، ما تجد أصل أوروبا ما تجد عندهم بموسم مشتى ما تجد عندهم حرارة، بموسم الصيف ما تجد عندهم يعني مثل ما عندهم تنوع مناخي. حنا عندنا رحلة الشمال ورحلة الجنوب. أنا قلت لكم تول بين أقصى درجة حرارة وأعلى درجة حرارة قرابة 25 درجة. هذه نعمة يا جماعة الخير. يعني لو تدق سلف بالصيف تروح للجنوب عشت، لو تدق سلف بالجنوب اللي هو بعز الشتاء وتروح للشمال عشت. فالتنوع ما فيه عند ما فيه بالعالم كله. ولذلك أنا أقول لكم شيء، الحين يقولون المنطقة الوسطى متميزين، المنطقة الوسطى متميزين. وش اللي خلاهم يتميزون؟ اللي هو بعقيل، ويتميزون بالسفر، ويتميزون اللي هو بالتجارة، لأنهم واقعين وسط الجزيرة العربية بأبعاد متساوية، وقد أخذوا من كل جهة بثقافة وخلاهم يتميزون على غيرهم. فالزراعة والصحراء والجبال والتجارة والتحمل، نعم كل شيء. نعم. هذه موجودة.
فاللي خلاهم يتميزون هو الموقع الجغرافي. ولذلك الحين فيه مناطق بالعالم كل شيء متوفر عندهم، بس مجرد انه يتحرك ويحط قمحته بتنبت، ومع ذلك ما يتحركون. فالعنصر المناخي سبب لهم عجز وكسل. ايضا العنصر المناخي المتطرف يعني درجه الحراره العاليه، درجه الحراره المتدنيه اللي هو 40 درجه تحت الصفر، اللي هي العروض القطبيه الشماليه او العروض القطبيه الجنوبيه، لكن معيشه بالشماليه، سببت عندهم كآبه، عندهم كآبه شمال اوروبا تسمى كآبه الشتاء. كآبه الشتاء انا جلست ثلاث اسابيع ما شفت الشمس، بغيت أموت. طيب أنت ورا ما تروح الحين المكة وجبال الحجاز بالجنوب تسوي تغطي، ليش دائما تدور تحوس حول؟ والله العظيم لو تقعد لو عمرك 300 سنة ما تقدر تغطي كل جزيرة عربية. يكفيك التوقيت، في اختلاف بالتوقيت بين الشمال والجنوب والسعودية، اختلاف بالتوقيت مكبر. لأن في ناس يقولون لك أنت يا عيد ورا ما تكي شيء أنت بالقصيم منطقة، مو بصحيح، أنا أروح لكل مكان. بعدين حنا نبي كل أهل منطقة يهتمون، يعني ليش خالد إزعاق هو مو مسؤول عن كل مكان، صح ولا لا؟ كل شباب من كل منطقة عندهم مجال بالاهتمام وبالتصوير وبالقيام بالجهد. أنا ما أقدر لو عيش ألف سنة ما أقدر تغطي كل شيء، صح ولا لا؟ بحول الله اللي بيشيلها الشباب اللي جالسين يناظرنا. حنا الحين شيبنا ونبي نحل، ونبي نعلق الراية عليكم إن شاء الله. ورا شيبنا لا والله شيبنا إيه، ما تمر بين الأيام يعطيكم فاكهة. والله أنا جعت قسم بالله. تمر بين الأيام وتترى وإنما نسافر. هو يا أخي بلغنا شدنا وبلغنا 40 سنة، تونا ما بعد تتجوز، كم عمرك أنت؟ وهالشيب أنت تصبغ شعرك إلى الصدر؟ لا والله ما بصبغ. تذوب الحين شعر لحية كبير وشعر راسك أسود. ما مشكلة، ما نقدر نأكل حنا، أخاف ينحتونا. لا لا صدق بتب تصبغ. لا والله ما بصبغ. ما شاء الله عليك. يقولك يا طويل عمر تراكم شباب قعدكم حلوة. هذه القعدة أسنيدي الله يجزاه خير. أسنيدي هو اللي محليه، راعي محلات السنيدي. والله خالد الصغير، خالد أزعق صغير بالعمر. لا مو صحيح، أمي تقول أنت مثل عنز حجاز. عنز حجاز ما يبين به أنت. كولو كولو يقولون كولو كولو. لا. يقولون يا طول العمر حتى صوت دكتور أخباركم تمام. يضحك واحد يقول عنز حجاز، عنز حجاز يصير اللي ذا صوت راح. يقول المايك غايص، الصوت راح. اي يمكن انت لا بعدين تحط ملابس وتبالغ بالزخرفة ذي. خالد ايش الدندشة ذي اللي انت قاعد نحاط
الصندوق ما في متابعين. ببحث سيدي بالصوت. اسماك الرامح طلع؟ ايه طالع اسماك البحر الاحمر. لا اسماك هو موسم اسماك، موسم الحميمين هو موسم اسماك، يسمونه مطر اسماك. واسماك اللي هي نجم من النجوم العربيه مشهوره، يقول عنترة: وان كنت في عدد العبيد فهمتي فوق السماك والسماك فوق الثريا والسماك الاعزل. واحد يقول لعيد ورا ما تسوي حلقات عن القبائل العربية، جاي بالطريق ذا كله، بس أنا راجع ورا للتاريخ القديم للجزيرة العربية اللي نجهل كثيرا منه ولم يسلط عليه الضوء. يقول رجع الصوت ضبط ضبط. سمعت هذا اللي يسأل يقول ليش ما تسوي حلقات عن القبائل، هذا جاي إن شاء الله بالطريق. يقول رجع الصوت بسبب الموز. إيه يقول حسن زي وهذا إيش يقول؟ يقول عيد البيت اللي تو عجبني البيت: وإن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي. لأن واحد يسأل عن موسم أسماك، اللي هو طلع أسماك، نعم أسماك طلع، اللي هو يسمى عند العامة بالحميمين، وهو برد موسم بياع الخبل عباته. لذلك أهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون: يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين، وهو برد الحسومة اللي أهلك الله به قوم عاد. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية النخل اللي متقوكس وماتت خلاص، يعني تنكس. ويقال أنه سمي أعجاز لأنه يأتي في عجز الشتاء، أي آخر الشتاء. واحد يقول انك تقاطع عيد اليحيى، قال ان عيد اليحيى يقاطع والله ازعاج. هو اللي قاطع. لا ايه قلت شيت انهم يحبونك اكثر. قسما عسى تعالى والجنوب. دايم احنا بالجنوب، والجنوب عسى الله خليه لنا. اي والله. اي والله. الصيف ما شاء الله. ويحمي بلادنا من كل خطر. الفاو الفاو. الفاو الان في اهتمام فيها جاي تنقيب هذه مملكه كنده. الغريب ان كنده الاولى اللي منهم امراه القيس اللي انت تمثل بشعره ما ذكر كل السيره التاريخيه، لم تذكر ان كنده كانوا اصحاب حضاره، يعتقدون انهم باديه، يعني الشعر والمذكور الغريب لم يذكر كنده، لكن البحث الميداني اظهر ان كنده اصحاب حضاره عظيمه. الان الفاو فيها التقدم العمراني على مستوى العالم، شوفوا كنوز الفاو الآن اللي أخذت منها، كنوز رسم، الموزاييك، الذهب، الوجوه، ففي أشياء أحياناً ما هم موجودة كلها بالسيرة النبوية، السيرة التاريخية. أحد المستشرقين طالع من الجوف وجاين الحايل، قبل ما يصل الحايل جلس تحت أثله ونام، سمع صوت الأثل، سمع وشيش الأثل، وقام وكتب أنه فيه جمال، حتى الأثل فيها جمال، صوته فيها جمال، مع نغمة نغمة رائعة. فشوفوا اللي تحسسون جايين المستشرقين، أنت تدرون المستشرقين جايين قبل قرابة 200 سنة، ليش يجونا؟ يجونا عشان سواد عيوننا يدرسون الحضارة اللي موجودة عندنا. يعرفون اصلا الحضارات من هون وخدموا تاريخنا، هم خدموا تاريخنا، يعني احنا 300 سنه الماضيه ما كنا نعرف شيء، بس الان احنا بدانا بتاريخنا، بدينا ننقب. نعم. بدينا ننقب. والجميل انه الحين انا اشوف وانا رايح للبر اشوف مجاميع شباب يكشتون ويزورون النقش الفلاني، يزورون النقش الفلاني، وهذا الحقيقه بادره طيبه وجميله للشباب الحين. بحول الله نبي نشوف منهم أكثر. يقول أخاف يزير الدكتور: هل تعرف المملكة دقرة؟ هل تعرف الملكة دقرة؟ والله ما أعرف. في كثير من الناس يقولون، أحد يقول الرس هل فيها آثار؟ نعم، الرس فيها جبل خزاز اللي انتصروا فيها العرب على القبائل الجنوبية المؤيدة من الفرس، ونحن غداة أوقد بخزازة رفدنا فوق رفد الرافدين. الملك كليب ذكرها، عندكم وادي العاقلي اللي ولد فيه امرأة القيس، عندكم دخنة، عندكم وادي أنسى،
عند كل ايام العرب وقعت في منطقه الرس بسبب ان منطقه الدرع العربي هذه منطقه خصبه وفيها هضاب جرانيتيه كثيره وفيها الطلع فيها الشجر فيها حمى ضريه حمى الملك كليب وحمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن الصدقه ثم جبل الحمى الاسود كلهم منطقه الرس هذا اللي يسال عن الرس ايضا الرس فيها اثار عظيمه بايام الحمله التركيه على 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 السعوديه في الدولة السعودية الأولى أهل الرس قاوموا مقاومة عظيمة بحملتين وقاوموا حملة طوسون باشا ثم إبراهيم باشا 6 شهور يضرب بالمدافع قاموا ببطولات عظيمة إلى الآن موجود جزء من سورة الرس العظيم يقول يا رس يا قاسي خلصت ملحي ورصاصي يقول إبراهيم باشا تدرون أنه الآن المصورين الفلكيين وإن شاء الله يعني يبي يفتح لهم المجال ويهيئ لهم إن شاء الله الأماكن يتمنون انهم يجون عندنا يصورون المجرات والنجوم ليش لان عندنا كوادر طبيعيه جميله جدا 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 يعني مثل اللي يلعلى على تابوك على جبال الجنوب وايضا سواحل الشرقيه وسواحل الغربيه ونخيل اللي هو المنطقه الوسطى هذه كوادر للتصوير ما بعد كوادر نعم هنا يسأل يقول جبال إمرة وجبال كل عالية نجد الغربية هذه زي ما قلت لك هذه لوحة فنية والله العظيم لو عندي وقت كل جبل أربطه بالأبيات الشعرية وأشوفه مكتوب ويربط بأيام العرب وش تدور ما في شاهد يا أخي اصبر خلنا حتسي بعدين اقطع عليه الساعة زين كل هذا مذكور ارجعوا للتاريخ فيه كل جبل منطقة الحمى اللي حولها طخف وضرية وعفيف وسواج والرس لا بس شكرا كل هذا ما مذكور في الشعر العربي في أيام العرب قصص الجبلة جبل جبلة أيام العرب اللي حصلت فيها بارد والله ما يشرب ثلج طيب في نوع من الشاهي بارد لازم حار توقع ولا شاهي ولا اسمع يقول أكثر حاي لا كل مكان انا ارى ان السعوديه المفروض انها كلها تسجل باليونسكو تصدق والله العظيم تسجل كل السعوديه ما فيها مكان ما في مكان يفرق عن مكان كلها تسجل باليونسكو هي كلها هذا يا اخي خطى العرب الجاي الموسم السابع احنا تونا مخلصين تبي تشوفون في شيء عظيم بحول الله تعالى الحمد لله صورنا وخلصنا كنا قايلين لهذا رح معنا وعيه إيه لأن أنا باتن برنامجي فيها الحين الناس يقولون ليش دائما تقول أهلنا الأولين أهلنا الأولين عندهم إرث ثقافي قسما بآيات الله مو موجودا على كل الأمم اللي هو العبارات اللي يقولونها هذه قواعد مستحلبة من واقع التجربة ولذلك هم قالوه بلغتهم لكنها قواعد مناخية ما بعد قواعد يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين ليش يقولون هالكلام ذا لأنه هالحميمين حر مثل اليوم ها لابسين صيفي ترى يبي يرجع البرد يرجع ويبي يدقنا ولذلك قالوا يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين وذوك قالوا أول البرد توقف وآخر البرد تلقه هذه فيها بعدين البعد الأول بعد اللي هي بعد صحي لأن الأجساد أول أشتى ما أخذت مناعة ضد البرد لأنها بعيدة له قرابة 7 شهور ما شافت البرد والأجساد تمرض بأول مخة للبرد أول البرد توقف يعني ابعد عنه وآخر البرد تلقه لأن الأجساد أخذت مناعة طعمة اللي هي حقنة ضد البرد بسبب موجات البرد المتتالية فإنه يعمل بالأجساد كعمله بالأشجار فأوله محرق يحرق الجسد وآخره مورق من الحين لو موسم الربيع الحين إزعاج لما يقول أهلنا الأولين الله يرحمهم أنا أرى كل إحنا نسل من آدم عليه السلام مرورا بالأنبياء والممالك إلى اليوم هو مو يقصد أهلنا الأولين يعني قبل 100 سنة ولا 200 سنة يقولون عيد نعم شوف شوف حبت لتنقاي يمكن أحسبون كل هذا ترى هو مو بيقصد 100 سنة وال200 سنة الماضية يا أخي حنا أبناء منين جينا حنا كلنا نسل أقوام على هذه الأرض تورث أقوام وتورث يا جماعة لا تربطون التاريخ والبشر بزمن معين والله أهلي الأولين قبل 100 سنة ولا 1000 سنة ولا العهد الإسلامي لا
عهد الإسلام 1400 سنة، لكن الجزيرة العربية يعود تاريخها المئات الآلاف من السنين، بشر من خلق آدم إلى يوم القيامة، كلهم أهلنا الأولين والحاضرين والجايين. قبل تقريبا سنتين رحت لدولة ما أنا بذاكر اسمها، قالوا فيه نقوش، والله إن جلسنا ساعة ونص رايحين للنقش يشوفه، ودخلنا جبل من جبل الجبل، ولا ريحة نقش، ريحة نقش ما أدري يعني، كنت جيب تلسكوب تقعد تشوف النقش. أنتم تدرون إنه في بقعة واحدة بس إحصائية قبل ثلاث سنوات طلعوا منها البقعة 10,000 نقش. نعم صحيح. بين حائل وبين العلا. هذا بس اللي قروه ما بعد أحصل. شيء لا يصدق ولا يدرس ترى إلى الآن. صح إنه مسجل. هيئة السياحة بس كتسجيل، بس كدراسة لم يدرس. ليش مدارس رسم الجمال، مدارس رسم الخيل، مدارس رسم الحيوانات البرية، هذا كله لم يدرس. والله فرصة للدراسات الجاية دي للشباب ماجستير ودكتوراه حتى للعالم الدراسي، هذا التراث لأنه يهم البشرية كلها. قبل 15 سنة رحنا حنا وعيد لما جبل شمال العلا. جبل ولا جبل؟ كلهم واحد. لو شو تحط جبل؟ حالة تنوية لاني بكمل. إيه. والله العظيم وجدنا معرض جغرافي جبل كامل، الخط العربي الغير منقط، ومن أجمل أنواع الخطوط ومنقوش بالجبال. هذا قبل قرابة 15 سنة، والحين أنا الحمد لله صار دخل تبع الجبال هذا، دخل تبع الحماية، وإن شاء الله إن شاء الله تبزرونه وتمتعون بهالجبال. لكن أول أنا دائما أقول اللي هو التمتع بالتاريخ والجغرافيا، ايضا المناخ فيه تمتع. خلوة تنطر عندنا لما ننطر زانت انفسنا وارتحنا وبدينا نكشت. اكبر سوق بالشرق الاوسط اللي هو لاغراض الرحلات موجوده عندنا. زين ليش؟ لان احنا نحب البر، وطلعت البر فيها نوع من الوناسه، فيها نوع من التريح النفسي، والبر جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. حنا ثقافتنا من هلا، ذلك عزة وهالأرض، وأرضنا وسماءنا لم سماءنا أمطرت الآيات القرآنية السماوية، وأرضنا أنبتت الشعر والحكم وأخرجت الرجال، شجرتنا الرجال والشعر والعظمة على مر التاريخ. يقول ما هي حضارة أهل الجنوب؟ أهل الجنوب كلها حضارة، كل حضارة صراحة. أنا شخصيا ما عندي بس سعودية، كل السعودية جهة واحدة اسمها السعودية صراحة. أنا ما أحب الجنوب والشرق والغرب، كلها واحد يعني، لكنه في أماكن ما أقدر أنا أروح له. يعني هذا اللي يسأل عن الجنوب يقول الزعاق هل درس طقس دراسة أو هواية؟ لا أنا هواية. شوف ما في مثل الشغف، ما في شيء اسمه. في ناس يقول لك أنت يا عيد مو بتخصص كذا، يا أخي ما لا دخل التخصص. البرتنشتاين هو تخصصه غير دراسته، ليناردو دافنشي، كل إنسان عنده الشغف. عندما يصير عندك شغف بشيء الله يفتح عليك فيه، ما له دخل بالتخصص. مين ذولا؟ خالد الزعاق، عيد اليحيى. عيد اليحيى خالد الزعاق. نعم مظهر السعودية. نعم. إذا كي واجب على أطهر البقاع ثنتين مكة والمدينة على الكرة الأرضية، الحمد لله موجودة عندنا، وهلنا كانوا يخدمون الحجيج والمعتمرين. يقول ما كرهت القسمان عبد، وش يقول وراو علينا أنا وهذا يقول لهجتكم تحولت سب. يا أخي لهجتنا وش فيها؟ زينة يا أخي لهجتنا. القرآن ذكر فيها آيات ويقول فيقول ربي أهانا، فيقول ربي أكرما، ويقول تو جبل حطا. أنت تحبان ولا ما تحبان؟ يعني ما تتكره ترى هذه فصيحة دي. واللغة الآرامية يقول كتابه جده، هذه لهجة آرامية قديمة خرجت من الجزيرة العربية. يقول المكان اللي أنتم فيه وين؟ هذا بلقصيم بريدة، مجلس السنادة. السنيدي بيعشينا الحين بعد شوي. السنيدي تدري يزعق كيف أصور سنابات مرتبة؟ أصورهم من التعب، يعني عندي كل المعدات، ولذلك ترى الحالي يطلع، ما حد يطلع معي وانا اصور الحالي. بس انت صراحه تمنتج منتجه حلوه صراحه. من اللي منتج لك؟ بدريه. من هي بدريه؟
مرتين. أشوف عندك والله نعم بدرية ما شاء الله عليها. يا جاء ربي يسعدكم مولاه. الحين في ناس بالمناسبة ترى في ناس دائما يقولون على القصيم مولاه. يا أخي من قالك إن هذه لهجة بالقصيم؟ هذه لهجة ببريدة بعد مو بكل بريدة هم اللي يقولون مولاه. ترى بقية القصيم ما يقولون مولاه بس بالمناسبة. يقول أخ خالد إيش رأيك بطنطورة بالعلا ودقتها؟ تعتبر دقيقة وهي من الإرث اللي موجود. والطنطورة يعني تقدر تسوي أنت طنطورة بأي مكان في أي مكان من على الكرة الأرضية. الطنطورة تحسب طول الظل، والظل إذا وصل في أقصى ظل ياصل بهالمنطقة هذه، هذه عندهم علامة الشتاء دخول مربعانية الشتاء. طبعا المربعانية بين مربعانية نجد ومربعانية العلا قرابة 20 يوما، فهم يدخلونه مع وصول الشمس إلى أقصى ميل لها شمالا، بينما أهل نجد يدخلونه بأول قبل وصول الشمس إلى أقصى ميل لها قرابة 20 يوم. ولذلك هم أدب يقولون الأولين الله يرحمهم لا برد إلا بعد الانصراف، أي لا يأتينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشه إلا بعدما تنصرف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. وهي تصل الشمال ولا منه كفة جنوب خلاص بدأ يجينا برد. هنا يقول تكلم عن الخيل العربية الأصيلة. بالمناسبة أنا ودي أقول شيء، ترى الخيل العربية الأصيلة أيضا تحتاج إعادة اهتمام لأنها تركت خلال 80 سنة الماضية بسبب يوم طلعت السيارات الناس تركوا خيل. وتعرف إحنا النعمة اللي جتنا في بداية 70s الميلادية وفتحت علينا الخيل، الناس شوي صار عندهم شوي لخبطة طبيعية صدمة ثقافية حضارية تخلوا على الخيل. والله أني أذكر أن الخيل في بطون الشعاب متروك ترعى وتجي ترد للبيوت، كانت خيول عربية أصيلة حرام يضيع نسلة. ثم خلال 30 سنة الماضية جاء الثيرد بريد الأوروبي والذي أخذه السير ويلفريد وزوجته ليدي آن بلانت لما جوا الحائل قبل 120 سنة، وأخذوا خيول عربية أصيلة ذهبوا فيها إلى بريطانيا ولقحوها مع الخيل الإنجليزي فأخرجوا لنا خيل السباقات اللي هو الثيرد بريد، فصار أفضل خيل السباقات في العالم. وأيضا اهتموا بالخيول العربية الأصيلة. حنا في ذلك الوقت 30 سنة تركنا الصقلاويات والحمدانيات والأصويتيات. يا أخي أنا راعي خيل وأنا صغير كنت أركب الخيل وسابق ببريدي بالقويطير معروف. سألوا أي واحد من ببريدي الطفل كنت سابق. حنا نريد إعادة نسل هذه يهتموا بالخيل. طبعا هم سموا الواهو جمعية الواهو، هذه من الأشياء اللي حصلت بتاريخنا مثل ما حصل بتاريخنا أنه لم ينصف من ناحية اللغات وأن أقدم الأبجدية هي الأبجدية الثمودية. أيضا جمعوا الخيول العربية ونسلوها وسووا منظمة الواهو. طبعا هذه منظمات أجنبية، يصير الخيل مجموع سقلاوي مع حمداني مع بيه يجيك مخلوط ويسمى جزيري. لا، هو المفروض كل نسل يبقى كما هو. وهذا موضوع يطول الحديث فيه، كيف نرجع الخيول العربية الأصيلة لمكان. الحين مثلا عندنا في مستبل الملك عبد العزيز في ديراب فيه خيل عربية أصيلة اللي هي الحمدانيات مركز عليه. في اسطبل الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمه الله في الخارج عنده خيول صقلاويات ما في أجمل منها وأحسن منها. في الخليفة في البحرين عندهم الشويمات ممنوع يطلعون وينسلم معي خيل. بتشوفوا تحسبوا إنجليزي من ضخامته وهو عربي. في ناس يستهتر يقول شو الخيل العربية دي الصغيرة، لأنه حصل شوي عدم اهتمام بهذا. أيضا عودة النعام، النعام الآن يعني إن شاء الله يعود بحول الله. وكان النعام فيه كانت موطن النعام عندنا هنا. أيضا فيه أشياء كثيرة من الحياة. إن شاء الله هيئة البيئة قائمة على قدم وساق في إعادة ما فقد من هذه الأرض. فقبل تقريبا كذا سنة صار عندنا انبعاج وتفكير ضد الحضارة، حتى في عام 1400 اللي هو عام 1980 طلع عندنا جيل ضد الموروث يقول هالطين هذا اهدمه، هذا ما عندنا ثقافة أبد، ما عندنا حنا ثقافة، يبي يلغون عندنا ثقافة. شوفوا شلون الفكر المستورد كيف أثر على ثقافتنا. الإنسان عدو ما يجهل، وفي أعدى للإنسان من الجهل. الجاهل هو عدو نفسه ويجر الجهل على مجتمعه. نجم سهيل، نجم سهيل موجود الحين لو طلعت لجهة الجنوب تبي تشوفه.
معقول؟ إيه أقول لي أصحاب وين المعروف؟ هذا ما نشوفه الآن بس يمكن يلا يشاف في وادي الجنوب من شروره يمكن يشاف لا شاهد مش أحيانا أشوف أزعاجت في الحرب يقول حضرنا البث زين هل يحث على البيت ما اكتشفت في الغداء عندنا والله ودي 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 المشاهدين بس نتفق على حماية تراثنا من اللي يدعون يرون فيه والله العظيم أقول الصدق والله إني أقول وأنا حزين ودي لو أنا عارف أمثل كان أدمع عيوني يا رجل ما أجي النقش الآن اللي خارج الحماية إلا مخرب ومحفر تحت وناس مجانين عندهم هوس يعتقد أن النقوش الثمودية هذه واللغات القديمة تحت كنز يا أخي يا أخي تلاحظ أن تدير حدسين لا صدق والله العظيم ولا ليرمي الزبائن بس هذه لو تروح الثنتين معنا وعدم الحمد لله أن المرور قل يا الله يا رب قل يا الله يا رب يلا يا الله يا الله يا رب يا الله انك ان وزاره الداخليه تحط كاميرا تساهر بكل زاويه اي والله قل يا الله يا رب انها تحط كاميرا تساهر بكل زاويه للي يسقط من يمين واللي يسرح واللي يدفك من ورا انا اعتبر انه بالقياده اسمع خليك من ذا شوي الحين اللي يجي ذا ويلحم بك من ورا وش يفرق عن اللي معه رشاش ويطلق عليك وش يفرق وش يفرق طيب ذا وراه عليه جزاء وهذا ما عليه جزاء لأنه هي كلها ذات قتل السيارة هل الحاجتين دولي والله العظيم هن اللي ودي إن شاء الله يختفن بس الحاجتين دول لا الحمد لله أمنياتي بسيطة أنا شبابنا الحمد لله عندهم وعي بالله الحمد والنظام الحمد لله قائم الحين وحنا ماشيين بالطريق الصحيح والله الحمد الحمد لله نعمة إي والله الحمد لله بس ودي كل الناس يهتمون بالشيء ذا أنا ودي الناس كلها يهتمون نعم يقول تراثنا فخر لنا نعم فخر لنا فخر لنا ولازم يعني نصل لحد تراث نخليه جزء لا يتجزء من حياتنا ذاك الله ويقول يقول الإنسان العربي ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره يقول تظل طفلا حتى تقرأ التاريخ من الزبال وين يرمونه يا أخي حطه بسيارك لين تصل مكان الزبال وحطه بالزبال اما الرمي هذا وانك تترك مخلفاتك انا ما اعتبر هذا انسان انا والله العظيم اللي يترك زبايله بالمكان وبالحدائق اللي الان نشوفهم والله العظيم اني لما اشوف عملهم اني اسف اني انا من الجنس البشري صراحه والله العظيم لا تعد يزعل علي يا اخي مو معقول يا اخي ذا يقول ايش عشاكم ان شاء الله رزيه زمان سنيدي كريم وين الزمزمية الكبير يعني الدلة والله لا أقصد صديقتي من البحر وش ودك بعد قلحت لا يتنام وش ودك نحن نشوف ما تلاحظ خلاص يقول لك أبي نصيحة إيش تلسكوب أشتري أقول لا تشتري آخر سؤال بس هذه لا تشتري تلسكوب حتى تتمكن من التصوير الفلكي يعني إذا ما كان عندك هواية تصوير فلكي لا تشتري تلسكوب لأن تلسكوب عبالة حقيقية الرخيص مخيص والغالي يبي له واحد متخصص سم. في سؤال جاء حكونا عن الفاو هل تعرفون شيء عن مشاريع عن تراثه إرثه نعم الفاو مملكة كندها الأولى هي نشأت قبل الميلاد 400 عام وهي على طريق البخور الخارج من مأرب ومرة أخرى تغير المناخ هو الذي سبب هذا الطريق طريق البخور اللي التقى مع طرق الحرير البحري والهندي الصيني هو المناخ لأنه طلع عندنا الأشجار الراتنجية اللي تخرج اللبان والمر والصمغ العربي فقامت هذه لو نظرتوا الآن تكتبون الفاو تنظروا في جوجل وتشوف كيف موقع على الجغرافيا وكيف قامت الحضارة أعظم حضارة ربما بالشرق الأوسط الآن وزارة الثقافة الآن متجهة للتنقيب بالفاو الفاو هذا قصة أخرى لم تكتشف بعد فيها آثار عظيمة لا تقدر بثمن بدأت بالقرن الرابع قبل الميلاد واستمرت بعد الميلاد طبعا بعد ما سقطت الفاو مرت المراحل لأنه حصل لها
ظروف مناخية وانقطاع بالتجارة، قامت مملكة كندها الثانية في الرس، منطقة الرس اللي هو جد امرأ القيس آكل المرار، أقام وولد امرأ القيس في البادية، لكن أجداده كانوا يعيشون حضارة عظيمة، في بل إنه كانت أقدم صناعة لتذويب الذهب وسباكة الذهب تراها في الفار وفي الأفلاج. أصحاب الرس، الرس هم أصحاب المعدة، قالوا أصحاب الرس وذمود. هذا بتشوفونه بخطى العرب الموسم السابع بحول الله اللي بيبث في أكتوبر الجاي، عن أصحاب الرس وعن الفاو وعن المدافن. وجدنا شيء لا يصدق، وجدنا المدافن حتى الرمز المسماري اللي تكتب فيها اللغة السومرية والأوغرتية وجدناه في الجبال موجود، أشياء عظيمة كلها مرتبطة بحضارة الفاو. أقول لكم شيء دكتور عيد، قبل 20 سنة رحنا نبحث عن الصمغة العربي، دكتور عيد حطنا بس نبذة عن الصمغة العربي يبي ينصدمون عليه. الصبغ العربي هو ينبت من الطلح اللي يسمى الطلح الأكاسيا السنغالي، منتشر في الجزيرة العربية كلها. وأصله وين؟ أصله من الجزيرة العربية وأيضا في أفريقيا. من اللي انقلوه؟ انقلوها التجار العرب. نعم نعم. الهشبر اللي هو الهشاب الآن تميزت فيها السودان، هذا الآن نص الأدوية اللي في العالم، شركات الأدوية تدخل الصبغ العربي في منتجاته. طبعا عندنا اللبان، عندنا المر، نعم، هذه كلها منتجات صمغية راتنجية. عندنا زيت البيلسان اللي هو زيت البشام، هذا أيضا قصة أخرى موجود بين مكة، ها بين مكة والمدينة، اسمه زيت البشام أو البيلسان. البيلسان نعم، هذا راتنجي، صمغ راتنجي ذو عطر فواح ومفيد وللجروح ومعقم وكل شيء. ارجعوا خطى العرب الموسم الرابع، شفتوا الحين شلون هذه بحد ذاته حكاية، حكاية الصمغ العربي ماخوذ من أرضنا وراح يطول العمر واهتموا به وبدأ يصدر باسمهم وهو أصله ما يشوه عندنا. لكن إن شاء الله بحول الله يعني نبي نهتم بالبيئة ونرجع بحول الله كل أشجارنا. مجاملة ولا صد؟ لا والله صد. كيف تحب المجاملة؟ لا والله ما نبي جامل. إيش؟ لا والله. لا والله. قضينا. ها؟ وذول اللي يرسلون رسل يقول اشكروا